يعني 5-1 ليكم. ما انا بقول لك هو الاكثر تعقلا وهو لن يعود، هو انزوى يا استاذ اسمه حسني مبارك. لكن هناك رجال النظام الاسبق لا بعضهم يستعد للعوده أو أبيت من خلال المجال المجلس النيابي. التجربه اللي فاتت دي اكدت لي انا شخصيا، لو ما اكدت لكوش تبقى حاجه ترجع لكم، ان القوتين اللي في مصر قوى الفلول وقوى المتاسلمين، اللي سقطوا مش هيقوموا الا بعد 100 سنه. ليه ما فيش قوه او مصداقيه عند او شعبيتهم قلت شويه دلوقتي؟ هم دلوقتي اصبحوا عايشين من وجهه نظري الشخصيه جوه شاشه زي اللي مع حضرتك دي، اللي هو العالم الافتراضي، تويتر وفيسبوك، وبيعرفوا يتعاملوا ويجيدوا التعامل مع الحاجات دي، واللي ما عجبهمش يلبوه. وانت اكيد عارف ناس منهم، مش عايز اقول اسمائهم عشان وائل ما يزعلش. هو كله بيلب يعني خلاص. انا ما ينفعش برضو يا استاذ، انا نزلت صوره مع جمال مبارك اتشتم ليه؟ طب ما انا يا عم بتشتم منكم. لا انا ما بشتمش حد. طب انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك، انا بقول لك انه الظواهر دي موجوده في الطرفين، يعني هذه الظواهر المتعلقه بانه انا بكتب حاجه على الفيسبوك فبتشتم، في ناس بتأيد مبارك بتخش تشتم. لا كان زمان انتوا كنتوا ما بتتشتموش، احنا دلوقتي بقينا ما بتتشتمش. خلي بالك من الحاجات دي. ما انا برضه انتوا مين؟ انا كفلول انتوا مين؟ انا عايز اقول لك ان انا بتشتم، انا بتشتم من انصار مبارك ومن الاخوان ومين حتى اللي انا اختلفت معاهم. انت اتخانقت مع 6 ابريل؟ طب ما انا بقول لك انا بتشتم. والاخوان اكيد ما بتقوكش، واكيد بتوع مبارك ما بتقوكش، ما انت كمان فاتح نفسك. ومن قوى الثوره التي لا تؤيد الرئيس عبد الفتاح. هناك مؤسسه عظيمه اسمها الجيش المصري. الجيش المصري ده حمل بلد في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول. طبعا ثلاث مرات. ما تبعدش عن سؤالي، بس القضيه مش صوره، القضيه 25 يناير والقضيه مش عوده. انت خايف مش عوده مبارك؟ لانه لن يعود، وهو يؤكد زي احمد عز عنده خلفيه في البرلمان وفي المجالس النيابيه اقعص من اقعص واحد في الناس دي. احنا هنهزر؟ طيب يبقى انت كمال الشاذلي الله يرحمه، يعني يبقى انت بتؤكد الاجتماعات اللي بتؤكد الاجتماع كلام ما تخش جوه، ما تخش جوه. انا ما اعرفش احمد عز. هقول لك على حاجه عشان موضوع قوه الفلول دي. جمال مبارك لم يكن، انا عشتها في فتره انتخابات، في فتره كذا فتره انتخابات. انا ابن منطقه الشرابيه، انا عارف الراجل بتاع الحزب الوطني اللي في المنطقه دي، واعرف الراجل بتاع الاخوان، لا غير اسماء، واعرف الراجل بتاع الاخوان. حلو. فانا لما اجي انزل تاني، وده الشعور بتاع اهلي وجيراني واصحابي وكل حاجه، لا انا هنتخب الراجل بتاع الحزب الوطني اللي كان يجي يتامر علينا ونطلع كل حاجه علينا، ولا هنتخب بتاع الاخوان اللي طلع بيضحك على الناس. طبعا. تمام. فقصه قوه فلول الحزب الوطني او الاخوان في الانتخابات ما اعتقدش ان انا براهنك النهارده يوم 30 نوفمبر ان القوه اللي لان كل واحد عارف مين في مكانه. وفي بقى قوه راس مال. دي في قوه راس مال بتصرف بقوه شديده جدا، قنوات فضائيه وكل حاجه، اشتروا قنوات فضائيه وبتاع وحاجات زي كده علشان يبقى لهم تواجد. ولكن هنظل في مشكله تانية. الرئيس لابد ان يكون له ظهير سياسي. مظبوط. الدستور اللي حضرتك خدت بس السطرين الاولين بتوع سيد حجاب دول بتتكلم فيهم، اقرا بقى الدستور عدل هتلاقي انه لابد ان يكون له ظهير سياسي. الناس بقى الرئيس. اللي هم الجماعه بتوع تويتر وبتوع فيسبوك وبتاع اللي يطلع يقول لك امك معلومة. وخالتك وكلام انا شتوم شتايم يا بيه، انا شتمت بامي كتير قوي. الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه لا بس انت ما انت بتشتم بقى. والله اليومين دول مش عارف يعني مش لاحق اشتم، يعني مش ملاحق يجب ان نتوقف عن الشتايم والشتايم. لا يعمل بلوك. لا انا اللي يشتمني اشتمه. يعمل بلوك. بس دلوقتي بعمل بلوك لانهم كتروا قوي. طب ما انت بتقول كتروا اهو. طب ما كتروا اهو. انت بتقول بينقصوا. ايوه خلي بالك شعبيتهم بتنقص. ما هم كتروا اهو. صدقني والله شعبيتي اكتر منك. ايه؟ والله شعبيتي اكتر منك. شعبيتك اكتر مني؟ اه والله. انت شعبيتك اكتر مني؟ لا والله شعبيتك. انت راجل ممثل. لا مش انا كتامر وانت كطارق، انا بكلمك انا ما عملتش حاجه وما فاتتش. انتوا عندكم ما شاء الله ناس بتفتي كتير قوي. بص لا ما يعني بص انا ممكن اقول لك ماليزيا وفي جماعه قالوا تركيا. فاكر تركيا؟ انا ممكن اقول لك على الجرائم. بص انت بتتكلم طيب. على انت بتتكلم على وعايزين نضع التليفون على الشاشه ونستقبل بعض. اذا كانت الناس دي بتفتي وهي ما بتحكمش بلد ارمي فتي في الزباله. بس اذا كانت في ناس بتحكم بلد، اذا كانت في ناس كانت بتحكم بلد وما راعتش ربنا فيها. لا انت عارف عندها جرائم. هو حبيب العدلي ليه كان بيعمل سخره للمجندين؟ مش خد حكم. خد حكم خلاص بقى. تتكلم طب ما انت بتقول لي الناس دي كانت جميله وكويسه. ما انا بقول لك هم عملوا ايه. حبيب العدلي كان وزير داخليه قوي. هم عملوا ايه؟ وزير داخليه قوي ورجاله. خلي بالك من النقطه بقى، خروج السته امبارح سمعت اللي هو اسماعيل الشاعر قال كلمه
عظيمه في التلفزيون. قال لك براءتنا ان دي تاني مره ياخدوا فيها براءه. خلي بالك دول اظن ما او دنيو ما تمتش ادانتهم قبل كده. براءتنا ده ما حصلش في تاريخ الشرطه اللي حصل معانا في يناير ده. وبراءتنا ده براءه للشرطه كلها. في كره للجهاز هو تفرغ دلوقتي للاعمال الخيريه. ربنا معاه. مظبوط. وهو راجل على فكره راجل محترم ونوجه له التحيه يعني. انا بحبه شخصيا يعني. انت ما بتحبوش دي حاجه ثانيه. ان 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 احنا كنا بنقول ايه المساله المساله بتاعت الشعبيه ومش الشعبيه والكلام ده. احنا هنقعد نتخانق على الشعبيه ومين اقوى ومين اضعف ولا نشوف ظهير سياسي قوي جدا يكون حوالين انتوا بتمنعوا التوجه نحو المستقبل. عودوا الى الخلف، اختفوا من المشهد. بقول لك ايه يا ريس، هو مين فينا اللي يسقط حكم العسكر وشتم السيسي؟ قول لي بقى ده هذا خطا وذاك خطا. مين فينا احنا طلع كلم كلمه على الرئيس السيسي ولا قال يسقط حكم العسكر؟ طيب ده من عندكم. لكن لا ثانيه واحده يا استاذ وائل، انت بس متشكك مع السيسي. لا ثانيه واحده. في ناس طلعت معترضه على انه الدباجه بتاعت الدستور وبيتكلموا على من عندكم بيتكلموا على تعديل الدستور عشان ازاي يتكتب في 25 يناير وهم بعد ما استفتوا. في ناس معترضه. ما انا بكلمك اهو. لا يا عم اكتر مصر ايه يا عم ولا تسوى. مش مشكله، مفيش حاجه اكتر من مصر. تاني حاجه لما النهارده ناس تطلع معترضه يا عز الناس النهارده تطلع معترضه على انه رئيس عبد الفتاح السيسي ازاي يقول على 25 يناير ثوره. طب ما هي دي ناس، ما هي دي ضد اللي بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي. لما النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول لهم اتبرعوا لصندوق تحيا مصر 100 مره ومحدش عايز يتبرع، تبقى ده اسمه ايه؟ لما هو يقول لهم انا بستدعي قوى الخير جواكوا، بستدعي قوى الخير جواكوا، انتوا ناس شرانيين، انا بستدعي قوى الخير جواكوا. بيقول لمين؟ اتبرعوا. بيقول لمين؟ بيقول اللي بيقوله بقى. لا يعني انت عايز تقول ان الرئيس السيسي كان بيكلم الفلول بيقول لهم ده؟ لا، بيقول لرجال الاعمال. ايوه رجال الاعمال كلهم فلول. الناس اللي عملوا فلوس كتير في مصر. معظمهم ينتمي اللي عملوا فلوس كتير في مصر. يا بيه هيظل طول عمر راس المال هتلاقيه موجود عن طريق الحته دي بالذات جنب السلطه. انا ايه وانت ايه جنب مثلا كيان كبير زي نجيب ساويرس. مين اللي عمله بقى؟ زي محمد ابو العنين. ما هو راسل، ما هو اتعمل ازاي؟ زي حسن راتب. ما هو اتعمل ازاي؟ الناس دي بالاراضي اللي على مصر اسماعيليه ومصر اسكندريه اللي خدوها بتراب الفلوس. يا استاذ بتكلمني في حاجات لا تنظرها القضاء. لا ينظرها القضاء. لا احنا كلنا كمصريين ما نعرفش الكلام ده. ما تروح تبلغ. روح بلغ. لو عندك معلومه على المصايب اللي هم عاملينها بدل ما تضلل. بدل ما بكلمك على المصايب اللي هم عاملينها بدل ما تضلل. بدل ما تضلل الناس وتقول في اضلل في ايه؟ الراجل بنطلون ده مش بتاعه وده مش عارف ايه ده مش بتاعته. اطلع قول انا معايا مستندات ودي كلها. اضلل في ايه؟ ده مصر كلها عارفه الكلام ده. عارفه ايه؟ عارفه الكلام ده اللي هو ايه؟ عارفه الناس الفسده اللي فسدت في عهد مبارك. مين هم؟ وعارفه المساحات وعارفه تزاوج. هو جمال وعلاء مبارك كانوا بيعملوا ايه؟ ايه؟ هو جمال ما كانش بيروح يحط سياسات الدولة ويقعد يرسم مصر تبقى عاملة ازاي بدون ما يكون له. يعني ايه شفته؟ يعني حضرتك شفته ما كان محسوس في كل مكان. محسوس ازاي؟ هو ده بيتحسن ان جمال بيعمل كده بنحسه احنا؟ لا ما هو الكلام حلو، الكلام جميل. انا عن نفسي اقدر اقول لك ان هو الراجل طلع مع خير رمضان مثلا وقال انا مش هنزل رئاسة الجمهورية. انا كنت قريب من اسرة الرئيس بقول لك ما كانش ناوي ينزل رئاسة الجمهورية. ممكن يكون مش مشكلة. يعني اتخذت